هاد الرياضة هذه يعني كتخبط في مشاكل كثيرة، منها يعني التهميش وتمييز، كاين تهميش وكاين تمييز. يعني فاش كتلقى منتخب ديال الأسوياء عنده عدة تربصات في العام، عدة تربصات في العام، وكتلقى منتخب ديال الباراتايكواندو اللي هو منتخب حتى هو ما كاينش فرق ما بين منتخب ومنتخب ياك يعني كتلقاه عنده من البطولة العالم عاد كيدير داك المعسكر اللي هو فيه 15 يوم ولا 10 ايام. واش كافي هذا باش ان غادي يجيب نتيجه؟ ما يمكنش. في حين ان المعسكر الوطني ديال المنتخب الوطني ديال الاسوياء كيضرب في كل يعني كل بطوله كتلقى يعني كيمشي واحد 4 المرات و 5 المرات المعسكر، هذا خصك وما كاينش نتيجه نص الوقت، ما كاينش نتيجه. وفي حين هذوك اللي كيضربوا 10 ايام ولا 15 يوم كيجيبوا نتيجه. هذا السؤال دائما كنناقشوه مع السيد الرئيس، وتنقولوا له بان الناس حتى هما خصهم اهتمام، وخصهم حتى هما اصلا معسكرات، وخصهم بزاف. تيقول لك انا اصلا ما عنديش البيدجي ديالهم. فما عندكش البيدجي ديالهم، علاش شادهم معاك؟ صيفطهم لجامعه اخرى. هاد الامور هذه ما كنناقشوها في هاد الميداليات اللي كيجيبوها الناس، ما كيتحسبوش. كيتحسبوا جامعة اخرى، كيتحسبوا الجامعه ديال التايكواندو. والميداليات فاش كتجيب يعني فاش كيجيبوا الباراتايكواندو راه كتدفعهم الوزاره باش تقبض بهم بيجي، بزاف في البيجي. ما يمكنش يعني البيجي ديال التايكواندو كيخرج للتايكواندو، التايكواندو والباراتايكواندو، ماشي الباراتايكواندو بوحده والتايكواندو بوحده. فالباراتايكواندو هما انك دمجتي معاك الا وراه التايكواندو حتى هو، فهمتي؟ يعني هاد المشكل هذا انا اصلا كيبان ليا راه ماشي شي حد يعني اللي دايرو. يعني الجامعه هي كتحمل المسؤوليه، رئيس الجامعه كتحمل المسؤوليه ديال التهميش هذا والتمييز ديال هاد الناس هادو. كاين تسيير عشوائي في الجامعه، لان كون يعني تسيير علمي وتسيير يعني تقني صراحه الله مريقل كرة الامور غادي على خير وبخير. ولكن حيت كتلقى التسيير العشوائي وكتلقى واحد كيسير، انت كتلقى كتسير انت كما قلنا قبيلات، كما قلت كدير طبيب وكدير مدرب وكدير كدير مساج وكدير يعني مانجر وكدير، ما يمكنش غتكون النتيجه. فكيخص التسيير يعني يكون مهيكل ويكون يعني عن علم، والامور غتكون بخير وعلى خير. فأكيد فأبرز المشاكل اللي كتخبط فيها رياضة الباراتايكواندو هو التسيير الأحادي أو التسيير العشوائي، لأنه كذلك أن هذه الرياضة هذه ما عندهاش واحد اللجنة خاصة، ما عندهاش واحد هيكلة إدارية. بالتالي باش نزيدوا القدام فخصنا أننا نديروا الهيكلة بعد ديال الرياضة وعاد نبداو الاشتغال. ومشي عيب أننا بدينا الاشتغال قبل ما نديروا الهيكلة، ولكن فكروا دائما في أننا نهيكلوا. كيف يعقل أننا من 2015 دابا 5 سنوات وحنا باقي ما درناش الهيكلة ديال هاد الرياضة الباراتايكواندو؟ وكذلك احترام التخصص، هذا هو اللي كنصر عليه، هو أن كل واحد يحترم التخصص ديالو ونزيدوا قدام. الحمد لله الباراتايكواندو راه رياضه اللي فيها مجموعه من الامور اللي ممكن نشتغلوا عليها. مدير تقني، راه مدرب ديال الفئه ديال الذكور، مدرب الفئه الاناث، مدرب الفئه البارا بومسي، مساعد مدرب، موعد بدني. يعني كاين افاق، كاين فين غادي ندخلوا. كاين الكفاءات، دابا الكفاءات خصنا حنا نكونوها، نعطيوها تكوين. فحاليا كنشوف يعني الاستاذ والمدرب هشام الاطلسي اللي عنده تكوين في كيفيه التعامل مع اشخاص فضائيات اعاقه رياضيه، واللي كنت حاضر معاه في الاردن، واللي درنا هذا التكوين هذا اللي فريد من نوعه تحت اشراف الدكتور عمر هنداوي اللي عنده واحد الصيت. ما كنطالبوش دابا بحل، وانما كنطالبوا بتغيير، لانه هذا الشخص هذا، هذا السيد الرئيس إدريس الهلالي، مع كامل احترامي ليه ومع انني تعاملت معه دابا في هذه المده وهذه الفتره كامله، فمؤخرا كان واحد تكوين ديال الباراتايكواندو، تكوين ديال المسؤولين الاداريين ديال الباراتايكواندو، والاتحاد الدولي رسل المراسله للجامعه باش انها تعطي تقترح واحد 5 ديال الاسماء. فرسلت انا مراسله للجامعه ما تجاوبوش معاها، ديال انه كنقترح راسي انا كمسؤول اداري ندير هذا التكوين هذا تحت اشراف الاتحاد الدولي. رسلت الاتحاد الدولي قال خص الجامعه هي اللي تقترح، مع العلم ان التكوين مجاني ومقترحين 5. في حين كنتفاجئ انك تلقى الشخص اللي كنهضروا عليه دابا اللي مدرب المنتخب هو اللي كيدير التكوين ديال المسؤول الاداري في الزوم عن طريق الجامعه. يعني ما دمتي قدرتي تقترحي ذاك الشخص فاقترحي 5، عطاتك الاتحاد الدولي عطاك 5 وما غتخلصش عليا. اذا هنا راه كاين اقصاء مباشر. المشاكل اللي تتخبط فيهم الجامعه الملكيه المغربيه هو مشكل التسيير. هناك أناس ليسوا أكفاء،
ما عندهمش الدرجات اللي تخول لهم تسير حتى الأشخاص العاديين، فما بالك بالأشخاص اللي عندهم إعاقات اللي خصهم اهتمام بالجانب النفسي أكثر من الجانب البدني والجانب اللوجستيكي. إذن هنا يجب إعادة نظر في هذه الجامعة. علاش؟ لأنها ما تتهتمش بخدمة الرياضة، هناك تضارب للمصالح، هناك خدمة المصلحة الخاصة وتغييب مصلحة الوطن. هؤلاء الفئات هم الذين يحصلون على ميداليات في جميع المحافل وبجميع أنواع الرياضات. إذن فلما لا نهتم بهؤلاء الأبطال، خاصة في ظل ما يحققونه من ألقاب؟ إذن لماذا هذا التهميش؟ وكذلك هناك يعني تسلطوا واحد مجموعة من الأشخاص لتعكير الأجواء سواء داخل المعسكرات أو داخل السفريات، يعني في الوقت اللي خاص يكون تلاحم ويعني وتضافر ديال الجهود من أجل الوصول إلى منصة التتويج ورفع رايات الوطن. مع العلم أننا لاحظنا بأن الوزارة زادت في الميزانية ديال الجامعة الملكية المغربية، إذن فلماذا هذه الزيادة؟ إذن هذه الزيادة خدمة لرياضة الباراتيكواندو، ما دام أن الجامعة الملكية للتايكواندو هي التي تتكلف بهذه الرياضة ديال الباراتيكواندو، إذن قررت الوزارة أنها تزيدها في البجي ديالها. وما دام أننا نعيش هذا التخبط في التسيير، فقط هناك شخص واحد اللي هو أب المغاربة ككل اللي في استطاعته يحلنا هذه المشاكل هذا، ومن هذا المنبر هذا تنوجه نداء لصاحب الجلالة أنه باش ينقذنا من هذا الناس هذو ويهتم برياضة الأشخاص المعاقين بما في ذلك رياضة الباراتيكواندو ويهنينا من تسيير. لا يعقل أن تخدم صراعات من أجل رفع راية المغرب وراية الوطن، الجميع يريد أن يرفع هذه الراية، ولكن هناك مسؤولون يحاولون يعني بالاساليب ديالهم الملتويه، بالاساليب التي لا تترك اثر، من اجل عدم مشاركه العديد من الرياضيين، خلق صراعات داخل المنتخب الوطني، وتنعتبروا ان المنتخب الوطني راه هو واحد يعني راه بحال قلتي عسكري مجند من اجل الدفاع عن الوان الوطن. امر خطير تنسمعوه اليوم، حيث لا يعقل ان لاعب 2014 يمشي مع النفقات ديالو الخاصه من اجل تصفيه حسابات مع وحدين غادي يمثلوا البلاد. هذه أمور خطيرة، لهذا نتمنى من الله عز وجل على أساس حل الإشكاليات باش نرفعوا باش نعطيوا واحد الصورة إيجابية على المنتخب الوطني، وخاص خلق لجنة ديال الباراتيكواندو، وخاص تغيير ديال المنظومة الإدارية داخل الجامعة، وخاص تغيير العديد من الإداريين المسؤولين داخل الجامعة ديال الملكية المغربية للتايكواندو من أجل كسب الرهان والفوز بميداليات بارالمبية اللي غتعطينا واحد يعني واحد الصوره ايجابيه على المنتخب.